ادخل. مولانا زارني وحكينا شوي بخصوصك. ما بعرف انت شو قايلتي له لحتى اقتنع وامر انك تبقي هون، بس هذا الشيء مستحيل. ما بسمح لك تبقي بالقصر هون، وما رح اسمح لك تفوتي ابدا على الحرم لك. سلطانه سامحيني، بس ما عندي علم بهالشي كله. من شوي اجت السلطانه عتيقه لعندي وقالت لي رح ابقى هون، وانه هلا بتطبي اغراضك وبتروحي على قصر اسكودار، وباقرب فرصه رح ابعتك على بلدك. انت عملتي لنا مشاكل كتير، فيكي تنصرفي. شو صار برنسس؟ ما فهمت شي. بهدلتني وقالت لي حتروحي على قصر اوسكودار. بعتي لي خبر لسنان باشا. سمو الأميرة، العرباية جاهزة. بدي شوف السلطان قبل ما أروح. مولانا السلطان من الصبح بكير طلع. مو عاجبني الوضع أبدا يا مدام. بالأول بتجي السلطانة عتيقة وبتقول رح تضلوا هون، وبعدها بيقلعونا من القصر. هو بنفسه طلب مني اني دير الحرم لك، وانا عم ديره يا حجي.